رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. ويعني أهلا طيب. الله يسعد أوقاتك. دعنا بدءا نتحدث عن هذه المعادن جملة واحدة, يعني سوق المعادن في العالم كيف كانت مساراته بشكل مجمل في العام الماضي وحتى هذه اللحظة, وما هي أبرز المؤثرات والضغوط؟ طبعا أداء المعادن بلا شك خلال الفترة الماضية كان هو بالاتجاه صاعد, سواء كان بشقيها المعادن التي تطلب كمعادن ثمينة كملاذات آمنة, وأيضا المعادن الصناعية. بالتالي نحن نعيش حاليا فترة يعني ثورة صناعية رابعة, وبالتالي هناك طلب كبير على المعادن, ولكن تنوع أداء المعادن إما لبعض الأسباب المرتبطة بصعوبة الاستخراج أو الطلب الكبير أو أن يكون هناك توجه إليها في كملاذ آمن, وأيضا المسببات التي كانت قد مرافقة لأداء المعادن إجمالا اختلفت, وبالتالي ظهر بعض المعادن التي برزت بشكل واضح وارتفعت بشكل كبير إذا ركزنا على البلاديوم وعلى الذهب الذي تمكن من تحقيق الارتفاعات, بينما استقرت تعاملات منتجات أخرى ومعادن أخرى خلال العام المنصرم وخلال العقد المنصرم خلينا نقول بالنسبة لهذه المعادن. بالتالي آفاق النمو العالمي والمخاطر المحيطة به في ظل هذا التطور التكنولوجي والطلب الكبير على الإنتاج في أو على هذه المعادن يعني هي المسيطر الأكبر وهي المسبب الأكبر لهذه التغيرات. نعم, دعنا نتحدث عن وضعها الراهن وتوجهاتها المستقبلية. إذا بدنا نتحدث أولا سيد المعادن بالتحركات وبالأنظار فهو الذهب الذي تمكن من تحقيق ارتفاعات نسبية كبيرة نوعا ما خلال الفترة الماضية, وتمكن من تجاوز مستويات $1,610 للأونصة خلال التعاملات هذا العام مدعوم بالعديد من النقاط الأساسية. خلينا نأخذ بعض الأرقام الرئيسية. فحيازات البنوك المركزية في العام 2019 تجاوزت مستويات ارتفاعها نسبة 12%, وكذلك لدينا أيضا الأسباب التي سببت هذا الارتفاع هو اعتماد الأساليب التيسيرية إجمالا حول العالم, إضافة إلى التوترات الجيوسياسية, الملف الإيراني, وكذلك المخاوف من التباطؤ في النمو العالمي. طبعا الذهب التوجه إليه والارتفاعات شهد ارتفاع في حيازات الصناديق الاستثمارية على الأقل خلينا نقول بالربع الرابع من العام المنصرم, معدل الزيادة كان بحوالي 19.2 مليار دولار أمريكي إضافة أو تدفقات داخلية. أيضا بالنسبة للأصول المدعومة بالذهب حققت ارتفاعات في الربع الأخير بنتيجة ارتفاع الطلب بحوالي 18%. طبعا الذهب يمكن أن يواصل الارتفاعات بنتيجة استمرار الظروف الحالية, لأنه في عندي يتجاوز 80% السبب في تحركات أسعار الذهب هو زيادة في الاحتياطات وزيادة في توجه الجهات الرسمية إلى مشترين. نعم. في حين كانوا في العام 2003 بائعين. نعم. رائد, دعنا نذهب في التنقيب أكثر من ذلك, يعني بشكل أكثر تخصصي. لاحظنا أن البلاديوم والبلاتينيوم تبادلا المراكز, المستثمرين اتجهوا من البلاتينيوم إلى البلاديوم يعني بشكل ملحوظ, وحتى أن يعني أسعاره لامست 2200 دولار في حين بقي البلاتين عند 1025 دولار. ما سر هذا التحول؟ البيئة. البيئة والاعتناء بالبيئة والقوانين التي يعني التي عدلت بشكل كبير اتجاه الصناعات وبخاصة صناعة السيارات سببت ارتفاع وتوجه وانتقال للطلب من البلاتينيوم إلى البلاديوم. البلاديوم الذي يدخل في الصناعات السيارات وتمكن من اختراق مستويات 2200 دولار للأونصة بنتيجة الطلب عليها الكبير وندرة استخراجه في
نفس الوقت نتحدث عن البلاديوم في حين تم الانتقال من البلاتينيوم الذي أثبتت الدراسات والأبحاث، ونتذكر في عام 2015 فضيحة فولك فاجن وما يرتبط بها من ضرر استخدام البلاتينيوم في عوادم السيارات، وبالتالي ذلك نوعا ما سبب عزوف للاستثمارات في البلاتينيوم وتوجه إلى طلب حقيقي إلى البلاديوم الذي تضاعفت أسعاره بأربع أضعاف بنتيجة هذا التوجه الكبير. بالتالي لذلك رأينا ارتفاعات كبيرة جدا سببها طلب صناعي بالفترة، وأيضا يعني مراهنات شرائية إن صح التعبير على مزيد من الارتفاعات مع توجهنا أكثر إلى صناعات ملائمة أو موائمة للبيئة وتخفض الأضرار الناجمة عن هذه الصناعات، وأبرز المشترين هم الصين الذين توجهوا بشكل كامل إلى البلاديوم، وهذا سبب الارتفاعات وممكن أن تواصل الارتفاعات في الفترة القادمة. أعتقد هناك في سوء تفاهم بين أنه لماذا البلاديوم ارتفع حتى أكثر من الذهب، بنتيجة هناك طلب حقيقي صناعي على هذا المعدن. نعم رائد، يعني يقولون إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكن هذه المرة يبدو أن الفضة هي التي سكتت في سوق المعادن، رأيناها أمام الذهب تتراجع يعني، وأنت قبل قليل تتحدث عن مستويات تاريخية للذهب، لكن الفضة لم تفلح في ذلك، يعني بقيت حتى دون مستوياتها إذا أخذنا الهامش ما بين 14 دولار إلى 50 دولار هي بقيت في حدود دنيا. أيضا أتساءل لماذا؟ أولا الذهب يضيف استثماريا حوالي نمو بحوالي 15% سنويا منذ الأزمة المالية العالمية. هناك طلب على الذهب بنتيجة استخدامه في الاستثمارات والمضاربات على وجه التحديد، والتحوط في نفس الوقت أكثر من أن يكون استخدامه للأغراض الصناعية، في حين الطلب على الفضة هو ب 54% من الطلب هو طلب صناعي على الفضة، وبالتالي النطاق الذي تحركت فيه أسعار الفضة أو الذي تتحرك فيه أسعار الفضة عادة ما بين 14 دولار للأوقية وصولا إلى 50 دولار هي الآن عند أحسن مستوياتها في 2019، وصلت إلى 19 دولار للأونصة، ويعتبر ارتفاع إيجابي وقوي نسبيا. ولكن الطلب على الذهب مختلف، في عندي مشتري بغرض التحوط من السياسات التيسيرية ومن آفاق النمو العالمي ومن الحروب التجارية وما إلى ذلك، وارتفاع في حيازات الصناديق الاستثمارية والأصول المدعومة بالذهب أكثر بكثير من الفضة. أشكرك، كلام من ذهب رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.